إليك هذه الأدعية الخمسة التي لا يستغنى عنها بخاصة في هذا العصر. نحن نعيش اليوم أيها الأحبة ظروفا عصيبة جدا، القتل من حولنا، الانهيارات الاقتصادية، الحرب على الإسلام. معظم المسلمين يشعرون بضائقة شديدة ولا يجدون أمامهم إلا الدعاء. أنا اخترت لك هذه الأدعية الخمسة أذكرك بها لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص عليها، وهي تجمع لك خيري الدنيا والآخرة، وفيها من الخير الكثير ما لا يعلمه إلا الله. استمع معي إلى الدعاء الأول. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. سبحان الله، دعاء جامع مانع. إذا ضمنت أن يعفو الله عنك ذنوبك تغفر. العفو من أسبابه أيضا رحمة الله سبحانه وتعالى بك، حفظه لك، يزداد رزقك. يعني العفو يعني الرضا، عندما يعفو الله عنك معنى ذلك مثل أنت إنسان بينك وبينه مشكلة، فإذا ما عفى عنك كنتيجة لهذا العفو سيرضى عنك وستكون الأمور أفضل. أنت بمجرد أن سألت الله العفو وقبل الله منك هذا الدعاء أصلحت علاقتك مع الله، وسألته العافية إذن أنت أصلحت علاقتك مع الدنيا، لأن العافية تعني الصحة، تعني الحياة المطمئنة، تعني الراحة النفسية، تعني التخلص من الخوف والحزن. يعني العافية ليست فقط عدم المرض، لا، إنسان قد يعاني من اكتئاب يسأل الله العافية، إنسان قد يعاني من حزن شديد، من ضيق في صدره يسأل الله العافية. فالعافية إذا أعطيتها بالدنيا ضمنت الحياة المطمئنة السعيدة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يحرص على هذا الدعاء ويقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، بل الآخرة أهم من الدنيا، لأنك في الآخرة إذا ضمنت أن يعفو الله عنك وأن يعافيك من الذنوب ومن نار جهنم، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ إذن هذا الدعاء يجمع لك خيري الدنيا والآخرة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. الدعاء الثاني أيها الأحبة، وهو دعاء مهم جدا على الرغم من قلة كلماته ولكن المعاني غزيرة جدا، دعونا نستمع لهذا الدعاء ونحفظه أيضا ونتدبره. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. سبحان الله، يعني أنا أتصور كل إنسان اليوم يحتاج لهذا الدعاء. ما أكثر الأعداء الذين ينتظرون بك شرا حتى يشمتوا بك. وللأسف هذا العدو قد يكون ابنك أو زوجتك، قد يكون هذا العدو أقرب الناس إليك وأنت لا تدري، ينتظر أن يصيبك شر ليشمت بك. لذلك النبي استجار بالله واستعاذ بالله من شماتة الأعداء. البلاء أخي الحبيب، خلقنا لنبتلى، ولكن لماذا استعاذ النبي من جهد البلاء؟ يعني يا رب أنا أرضى بقدرك وقضائك وبلائك، وإذا أصابني مرض أرضى به، إذا أصابني ظلم أو أذى أرضى به، ولكن يا رب لا توصلني إلى مرحلة الجهد لأنني ضعيف. يعني ابتليني بلاء أقدر عليه. مرحلة أن تصل إلى جهد البلاء الذي لا يتحمله الإنسان، قد يكفر، قد يلحد، قد ينتحر والعياذ بالله. هناك أناس لا يتحملون المرض ينتحرون. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من جهد البلاء لأنه متعب جدا، وكأنك تقول: يا رب أنا أرضى ببلائك ولكن في الحدود التي أتحملها، لا تحملني ما لا طاقة لي به. الدعاء الثالث: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لليلة القدر، مما يدل على أهمية هذا الدعاء. عندما سئل ماذا ندعو ليلة القدر قال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لأن العفو أخي الحبيب، يعني إذا كان هناك ملك عفى عنك أمورك كلها ميسرة، فكيف إذا عفى الله عنك سيحيطك برحمته وكرمه ورزقه ولن تشقى بعد ذلك أبدا. لذلك هذا الدعاء يعني سهل وخفيف، ولكن إياك أن تنساه أو تغفل عنه، خصوصا في هذه
اللحظات الحرجة في هذا العصر المظلم المليء بالإلحاد، المليء بالمشاكل، المليء بالهموم، إلجأ إلى عفو الله عز وجل، لأنك بالنتيجة ستموت وستلقى الله وحيدا. فإذا لقيته وهو قد عفى عنك، معنى ذلك أنه قد رضي عنك سبحانه وتعالى، فماذا تريد أكثر من ذلك؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الدعاء الرابع أخي الحبيب الذي أودك أن تحفظه ولا تنساه وتدعو به، ليس في كل يوم، في كل وقت: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. والله أيها الأحبة، هذا من جوامع الدعاء، كل الخير فيه، شمل الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. لماذا الدين أولا قبل الدنيا؟ لأن الدين أخي الحبيب هو الذي يعينك على الصبر، يعينك على التحمل، يعينك على الكسب الطيب للرزق، يعينك على التسامح، أن تعفو عن الآخرين، يعينك أن تلجأ إلى الله بصدق، يعينك على فعل الخيرات، يعينك على العبادة الصحيحة، يعينك أن تلقى الله وهو راض عنك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. اليوم كثير من الناس يلهث وراء الدنيا، لديه المال، لديه الرزق، ولكنه محاط بالهموم، محاط بالمشاكل، ينام وهو يحسب ويفكر، يستيقظ وهو يفكر، وطوال الوقت مشاكل مع الناس وبيع وشراء. ماذا تركت لآخرتك؟ إذن إصلاح الدنيا هو الخطوة الأولى لإصلاح الآخرة، لأنك تعيش في هذه الدنيا، فيجب أن تصلح دنياك كمقدمة لإصلاح آخرتك. لذلك هنا عندما تقول وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وآخرتي التي فيها معادي، أنت هنا ضمنت الدنيا والآخرة، فتكون تمنح الحياة المطمئنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة في الدنيا والأجر الحسن في الآخرة. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. أهل الجنة لا يتحسرون إلا على لحظة لم يفعلوا فيها الخيرات أو يذكروا فيها الله تبارك وتعالى. فكأنك تقول: يا رب، كل ثانية أعيشها اجعل فيها خيرا، علم نافع، صدقة، عفو، إحسان للآخرين، بر للوالدين، صبر على أذى الآخرين. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يعني يا رب، إذا كان هناك من الشرور الكثيرة ما سوف يصيبني، إذن اجعلها بعد أن أموت، أن أرتاح منها، ألا تصيبني في الدنيا. فالشرور التي أعاني منها اجعل الموت راحة لي منها. الدعاء الخامس والأخير أيها الأحبة، لكي لا أطيل عليكم، أيضا دعاء مهم جدا، أتمنى أن نحفظه جميعا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. سبحان الله، يعني أيضا هذا دعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به في آخر الصلاة. إذن اللهم إنني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر، أو من عذاب القبر ومن عذاب النار، لأن عذاب القبر هو أول أو القبر هو أول منازل الآخرة، فإما أن يكون روضة من رياض الجنة أو يكون حفرة من حفر النار والعياذ بالله. أنت الذي تحدد، على فكرة، أنت الذي تقرر ماذا تضع في هذا القبر. يعني أنت الآن في الدنيا، إذا أردت أن تنتقل إلى بيت جديد، ماذا تأخذ معك؟ تحاول أن تأخذ أفضل شيء وتضعه في هذا البيت. طيب أنت قبرك الآن، أنت الذي تجهزه بعملك، ماذا ستضع فيه؟ الأعمال الصالحة، ذكر الله، الصبر، والصبر ضياء، كثرة الصلاة، كثرة قيام الليل، كثرة فعل الخيرات، الخشوع، ماذا ستأخذ معك؟ أم أنك ستبني كل شيء بالدنيا وتأتي إلى قبر فارغ، خرب، مظلم؟ لا، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل. وكما قلت أحبتي في الله، لا تنسوا هذه الأدعية، النبي كان حريصا عليها وكان كثيرا ما يدعو بها، لذلك احفظها، لأنك ستستفيد منها في قبرك، ستكون نورا لك
في هذا القبر وعندما تبعث ويوم لقاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.